لغز ميكانيكا الكوانتم. أريد أن ألقي أضواء على هذه المسألة، يعني مع أنه أنا في رأيي كل النظريات العلمية تشكل ألغازا، يعني حتى نظرية نيوتن في الحركة والجاذبية تشكل لغزا ولكن لغز مقبول، الثيرموديناميكا تشكل لغزا ولكن لغز مقبول، حتى النسبية تظل لغزا مقبولا، أما ميكانيكا الكوانتوم فهي بالفعل لغز محير جدا. وخلينا نكون واضحين أنه بعد 100 عام من إنشاء ميكانيكا الكوانتوم ما زال هناك خلافات كبيرة حول معنى ميكانيكا الكوانتوم، منطويات ميكانيكا الكوانتوم. يعني حتى الآن هناك الكثير من بين العلماء الكثير من التناقضات في المواقف من ميكانيكا الكوانتوم، ما معنى ميكانيكا الكوانتوم؟ حتى الآن هناك الكثير من الشكوك حول معناها، حول درجة اكتمالها إلى آخره. ميكانيكا الكوانتوم نظرية محيرة أكثر من النظريات الأخرى، ومنذ نشوئها كان هناك خلاف. طبعا هذا الخلاف طمس إلى حد ما حتى 50ات القرن 20 بسبب هيمنة جماعة بور، نيلز بور اللي هي جماعة كوبنهاجن، ولكن منذ 50ات تجددت الشكوك حول معناها، وتجددت المناظرات وتجددت النقاشات حول معناها وحول درجة اكتمالها وحول علاقتها مع غيرها من النظريات. فطبعا هي نظرية ناجحة جدا لأنها استطاعت أن تفسر بين قوسين الكثير من الظاهرات وأن تتنبأ بظاهرات جديدة، ودخلت حقل التكنولوجيا بزخم في الواقع. يعني كل التكنولوجيا الحديثة ترتكز إلى ميكانيكا الكوانتوم بشكل أساسي، فهي نظرية ناجحة ولكنها نظرية محيرة، محيرة من حيث المعاني. خليني أحطها بقالب فلسفي، البعد الأنطولوجي، الأنطولوجيا هي ما يتعلق بمكونات الوجود، يعني البعد الأنطولوجي فيها ضبابي غامض، وحتى البعد الإبستمولوجي المعرفي ضبابي وغامض. فهي نظرية أسسها محيرة، أسسها غير واضحة تماما، معناها ومعنى مكوناتها غير متفق عليها. يعني خلينا نحكي إنه هي متفق عليها من حيث الرياضيات ومن حيث خلينا نحكي استعمالاتها، نعم متفق عليها من حيث رياضياتها ومن حيث استعمالاتها ومن حيث تطبيقها على التجارب والتكنولوجيا المختلفة، نعم هناك اتفاق على هذه الأمور بلا شك. يعني هي لها نتائج محددة، وهذه النتائج المحددة متفق عليها، ولها نتائج سواء على صعيد التجارب أو على صعيد التكنولوجيا ومتفق عليها جيدا. نعم هناك اتفاق حول هذا الجانب من ميكانيكا الكوانتوم لا شك في ذلك، وهي تستعمل باستمرار في المعرفة، إنتاج المعرفة وفي التكنولوجيا. يعني خلينا نحكي إنه في هناك ألغوريثمات أو خوارزميات معينة تنطوي عليها النظرية، وهذه تقود إلى نتائج يمكن التحقق منها، وفعلا تم التحقق منها، فهي متفق عليها من هذا الجانب العملي، سواء التجارب العلمية التي تضيف شيئا إلى المعرفة أو من حيث التكنولوجيا والتطبيقات التكنولوجية العظيمة في الواقع. لكن ليس هناك اتفاق بصدد أسسها
الفلسفية وبصدد معناها الفيزيائي، المعنى الفيزيائي العميق، وبصدد منطوياتها المعرفية. ليس هناك اتفاق في هذا المجال، بالعكس، والهوة زادت، يعني بدأ بالعشرينيات القرن الماضي وكأن هناك نوعا من الاتفاق، لكن سرعان ما تبدل. يعني بدلا من أن مع تقدم التطور النظرية، يعني المفروض أنه كان أنه تقاربت وجهات النظر، العكس حصل، يعني صار في تبديد لوجهات النظر حول معنى ميكانيكا الكوانتم. فهي لدينا أزمة معنى هنا، أزمة معنى، أزمة المعنى في ميكانيكا الكوانتم، أو بالأحرى الأزمة في فهمنا، في فهم ميكانيكا الكوانتم. هناك أزمة في فهمها، في فهم هذه النظرية، وفي فهم أسسها، وفي فهم منطوياتها المعرفية، وفي فهم بنيتها المنطقية. هناك في عدم اتفاق، وليس فقط عدم اتفاق، هناك في ضبابية. وفعلا عندما يغوص المرء فيها ويفكر فيها مليا يصيبه نوع من الذعر المعرفي، الذعر المعرفي. طبعا لاحظ ذلك العالم الأمريكي الكبير ريتشارد فاينمان عندما قال قولته المشهورة، كل يعني لا أحد يفهم ميكانيكا الكوانتم، كل ما أعلمه هو أن لا أحد يفهم، يعني نستطيع أن نقول هيك، يوم قالها بالحرف، نستطيع أن نقول إنه لا أحد يفهم ميكانيكا الكوانتم. فالذي دفعه إلى ذلك وهذه الضبابية التي تكلمت عنها. أنا أريد أن أبحث في هذه في هذا يعني ميكانيكا الكوانتم بوصفها لغزا، وبوصفها فريدة من نوعها، تختلف عن النظريات الأخرى. طبعا عندما أقول النظريات الأخرى، في ذهني بشكل أساسي نظرية الحركة والجاذبية النيوتونية بأشكالها المتنوعة، نظرية الثيرموديناميكا، نظرية الكهرومغناطيسية الكلاسيكية، نظرية المادة الكلاسيكية، ونظرية النسبية الخاصة، نظرية النسبية العامة. هذه النظريات اللي في الذهن في الواقع. الآن ميكانيكا الكوانتم فيها فعلا شيء غريب يجعلها تتمايز أو تختلف نوعيا وكيفيا عن النظريات الأخرى. هذا ما أريد أن أناقشه. أولا، ربما الناحية الأولى التي سأتناولها إنه كيف هيك، يعني سأعطي فكرة كيف نشأت ميكانيكا الكوانتم ولماذا وكيف تطورت. هاي ضروري جدا أن أعطي هذه المقدمة. ثانيا، أريد أن أبين إنه كيف العلاقة مع المعنى الفيزيائي، يعني علاقة الرياضيات مع المعنى الفيزيائي تختلف في نظرية ميكانيكا الكوانتم عنها مثلا في النظرية الكلاسيكية. يعني لاحظوا انه في هناك علاقة ما بين المعادلات الرياضية والمعنى الفيزيائي، خصوصا مثلا في الميكانيكا الكلاسيكية واضحة هذه العلاقة. في ميكانيكا الكوانتم في الواقع هناك إشكال حول هذه العلاقة، العلاقة بين المعنى والرياضيات، بين المعادلات والمعنى. هناك يعني صار في انقلاب في ميكانيكا الكوانتم في العلاقة ما بين المعادلات الرياضية والمعنى الفيزيائي. أريد أن أناقش هذه المسألة، هذه مهمة جدا. ثم أريد أن أن أبين إنه كيف، يعني لماذا كل هذه الاختلافات بين، لماذا كل هذه التأويلات لميكانيكا الكوانتم، تأويلات حصلت في ميكانيكا الكلاسيكية بعض التأويلات، لكن
ليست منذ البداية، يعني مثلا في نهايات القرن التاسع عشر برز تأويل ماخ نقيضا لتأويل نيوتن، ولكنه لم يكن جذريا مثل حال تأويلات ميكانيكا الكوانتم. برزت تأويلات عديدة لميكانيكا الكوانتم، وليس هناك أي اتفاق حول هذه التأويلات. وهناك جوانب في الواقع، جوانب في كل تأويل محيرة، يعني ليس هناك تأويل مترابط منطقيا، متماسك منطقيا نستطيع أن نرتكز إليه أو نتفق عليه. كل تأويل له إشكالاته الخطيرة جدا معرفيا وفلسفيا. يعني تعدد التأويلات هذه وإشكالات هذه التأويلات تجعلنا ندرك إلى أي مدى هناك ضبابية بصدد العلاقة بين المعادلات الرياضية والمعنى الفيزيائي. فأريد في الواقع أن أبحث في هذه المسألة، يعني في هذا اللغز، لغز ميكانيكا الكوانتم، وأيضا في عندنا مشكلة أخرى اللي هي التوفيق بين ميكانيكا الكوانتم والنظريات الأخرى وبالذات نظرية النسبية، ولكن عموما مع النظريات الأخرى. وهناك في الواقع يعني إشكالات في تأويلات ميكانيكا الكوانتم تجعلنا نعيد النظر في حدود العلم وطبيعة العلم والممارسة العلمية وما شابه ذلك. المهم أريد أن لا أملك إجابات جاهزة ولا أملك إجابات نهائية بالتأكيد، ولكن سأحاول أن أبرز المشكلة. أن هناك مشكلة وأريد أن أبرزها، لأن إبراز المشكلة يجعلنا نقترب أكثر من هذه النظرية، لا أقول تجعلنا نفهمها، ولكن أن نقترب من فهمها أكثر. فهذه ستكون أيضا سلسلة من الفيديوهات تحت عنوان لغز ميكانيكا الكوانتم. فإلى اللقاء في الفيديو القادم.